السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. إن شاء الله النهاردة يا جماعة إحنا مكملين معاكم، بس في حاجة حصلت بقى، إن في لونج مان نزلهم البوكلت اللي هو الثالث، وبصراحة البوكلت برضو جميل، ينضم إلى مجموعة الامتحانات التجريبية اللي عملناها قبل كده. فإن شاء الله هنخلص اللي هو البوكلت الثالث بتاع النهاردة ده من لونج مان، وبإذن الله هنستأنف اللي هو الفيديوهات بتاعة منصة حصص مصر. نقول بسم الله توكلنا على الله. نمبر 1، هي سيمد. نخلي بالنا شباب واحنا بنحل كده، يبدو ان هو معانا سؤال جرامر بيقول لي سيمد. سيمد يعني ايه؟ بدا في زمن الماضي. يبقى هنا الكلام في الماضي اهوت، هي seemed to be exhausted، بدا ان هو كان مرهق جدا، because he. هنا عايز يختار الزمن المناسب للفعل بتاع اللي هو work، يعني هو كان شغال، بيقول لي عايز يقول لي يعني ان هو كان، لان يعني هو بدا ان هو تعبان عشان ان هو كان شغال طول النهار. طيب يبقى احنا هنا هنختار ايه؟ هنختار ماضي تام مستمر اللي هو past perfect continuous. تمام يا جماعة؟ تمام. ليه بقى؟ علشان زي ما قلنا هنا الكلام في الماضي. لو احنا يعني الكلام في المضارع، يعني لو he seems، لو هو يبدو to be exhausted، يبقى كنا هنختار present perfect continuous اللي هو المضارع التام المستمر has been working. تمام يا شباب؟ يبقى number 1 اجابتها B. number 2، Fortunately، لحسن الحظ، مايار شريف became the first woman to be. عايزين نختار هنا فعل مناسب، هي أصبحت أول امرأة إن هي يحصل معاها إيه؟ in the Women's Tennis Association top 100 players. فهنا يبقى ده زي تصنيف يا جماعة. طبعا كلمة risk يعني يخاطر، rank اللي هي يعني يصنف أو يصنف، left يعني يترك، طبعا beat يعني يهزم. فطبعا الإجابة المناسبة هنا إيه رأيكم؟ تبقى كلمة ranked. ranked بمعنى أول امرأة تصنف إنها من ضمن المئة الأعلى 100 لاعب. number 3، once عاملة زي إيه؟ عندما أو بمجرد. ممكن تستخدم في الماضي، ممكن تستخدم في المستقبل. تعال نشوف هنا بيقول لي once، وبيكمل الجملة my homework I will go to the club. فهنا بيكلمني في المستقبل، أنا هروح النادي with my friends. يبقى هنا إيه؟ بمجرد ما هخلص، عايز نتكلم في المستقبل. طيب يبقى هنا هيبقى عايزين زمن إيه عشان يدل على المستقبل؟ بعد الرابط الزمني اللي هو once اللي عامل زي when أو as soon as. هنجيب حاجة من اتنين، يا present simple المضارع البسيط، أو present perfect اللي هو المضارع التام. نشوف مع بعض هنختار ايه. في عند مضارع تام اوت اللي هو have finished، مظبوط ولا will؟ لا، ما هي will بقى ما تجيش بعد الرابط الزمني، احنا عايزين ندل على المستقبل، فبنستخدم يا بسيط مضارع بسيط او مضارع تام. طبعا ده ماضي ما ينفعش، وده ماضي تام ما تنفعش. number 4، some of the stolen property was found in the old man's house. هنا property يعني زي كلمة الممتلكات، ماشي كده؟ فديت هيسألنا عليها، واضح ان هو هيسألنا عليها هنا. هو property is a synonym، هي مرادف لكلمة ايه؟ يبقى هنا dreams، ambitions طموحات ولا احلام، positions ولا expectations توقعات. في positions يعني ممتلكات، يبقى هي طبعا الإجابة عندي positions. It's very hot in Cairo، الدنيا حر في القاهرة جدا. طيب I can go to the beach. فهنا إذا كنت أقدر أروح، يبقى هنا يقول لي I can، أبدو إن أنا أستطيع، ولا look forward. احنا عارفين إن look forward بيجي معنا to، والفعل بعدها بيبقى إيه؟ ing. object يعترض، hope طبعا ممكن تبقى hope، I hope I can يعني أنا أتمنى أو آمل إن أنا أقدر أعمل، طبعا أروح البلاش. A kind old man has،
راجل طيب كبير ذا تشايلد، عايزين فعل بقى يتناسب مع عمل ايه في هذا الطفل after his parents death، بعد وفاة والديه. he brought him up with his children، يعني رباه مع اطفاله. يبقى هنا ايه يا جماعة، في عندي adopt اللي هو يتبنى، طبعا دي مناسبة قوي، ونخلي بالنا ما نتلخبطش بينها بين adapt، adapt اللي هي يتكيف مع او يطابق او كده، انما هنا adopt، adopt يعني يتبنى. طبعا abandon بمعنى يهجر. number 7 he، هنختار واحدة من دول. he always depends on himself، يعني هو دايما بيعتمد على نفسه. عايزين بقى ايه نقرب من المعنى ده، هو اداني دي عشان نختار ايه صح. هل he usually lets someone help him to do his work، يعني دايما بيسمح لحد يساعده؟ لا، ده هو بيقول لي بيعتمد دايما على نفسه. usually ask someone to help him، دايما بيسأل حد يساعده؟ لا طبعا. طيب never asks anyone، يعني ابدا لا يسأل اي حد to help him. يبقى انا معايا الاجابة دي مظبوطة. الاخيرة بقى بالمرة بيقول لي ايه، never allows anyone help. احنا عايزين never allow هي يعني ابدا لا يسمح، بس طبعا allow يبقى المفروض ان فيه نوت عشان كانت تنفع صح، يبقى to help him، allow بتاخد to مع الفعل اللي بعد المفعول. number 8 he was terribly ill، هو كان مريض جدا. and today he has relatively، يعني نسبيا، يبقى هو نسبيا ايه يا جماعة، هو I am pleased he got better، يعني ان هو اتحسن او ان هو اصبح كويس يعني. يبقى طبعا محتاج كلمة ايه، راء او شفية او تماثل للشفاء، على طول بيجي في دماغي اللي هو recovered مش كده. infect طبعا يادي، وبتوس يعني ايه يسوء حالته. more schools، مزيد من المدارس. all over Egypt next summer، مستقبل ماشي، وفي نفس الوقت هتبقى ايه يا جماعة، passive، لان مدارس اكثر، يبقى الفعل ايه هنا اللي بنختاره اللي هو كلمة يبني، يبقى سوف تبنى. هنختار بقى اللي يعني were to be، طبعا ماضي ما تنفعش. are going to be built، طبعا سوف تبنى، يعني دي في ايه، في نية او تخطيط لعمل هذا. ار بيلدينج، لا طبعا، هذا واحد هيقول لي ده مضارع مستمر ممكن تستخدم، بس مش مجهول حد. ويل بي بيلدينج، لا المفروض هتبقى ويل بي بيلت لو احنا كنا هنختارها يعني، وكانت هتخش في الاختيارات السليمه عندنا. ذا نيولي جرادويتد مان، ا يونج مان، اللي هو الشاب اللي هو خريج الجديد، از ا بروميسينج، نختار كلمة من دول، promising يعني واعد. who's keen to get a new job، يبقى عايز يحصل عليها يا جماعة وظيفة جديدة، نخلي بالنا عشان في الاختيارات. in the neighboring bank، يبقى عايز وظيفة مش عايز تدريب ولا تمرين ولا أي حاجة. فهل هنختار employer، employer يعني صاحب عمل، expert، لا طبعا خبير، intern اللي هو تحت التدريب، ولا candidate، طبعا مرشح، ديت سليمة، يبقى candidate. The Nile River Valley is truly a gift to Egypt. نهر النيل طبعا، وادي نهر النيل هو حقيقي هبة أو منحة لمصر. without its water and rich soil the Egyptian civilization، الحضارة المصرية، الحضارة المصرية بدون التربة بقى الغنية بتاعته، الحضارة المصرية كان يحصل فيها ايه؟ تعال نشوف كده. wouldn't have been emerged، عشان نحل السؤال ده صح يا جماعة، هي الاختيارات في كلمة emerge. emerge يعني ايه؟ emerge يعني ينبثق او يظهر، يعني ايه؟ يبقى موجود يعني، ينبثق. فده الفعل ده فعل intransitive، يعني مش محتاج مفعول، الفعل هو اللي بيحصل بيعمل كذا، فمش هتبقى، مش محتاج ان انا اجيبها مجهول، يبقى هنا هتبقى wouldn't have emerged، يعني ما كانت بدون التربة الخصبة او الغنية بتاعت نهر النيل الحضارة المصرية ما كانتش ايه، ما كانتش نشأت وانبثقت وكده. مظبوط مظبوط. طيب ليه، طب ما واحد يقول لي طب ما احنا ممكن نختار wouldn't emerge،
مالها يعني. بس وود الايمرج بتبقى ايه؟ اف حاله اتنين بتدل على الوضع اللي هو الحالي، لكن احنا بنتكلم على اللي هي حضاره مصر من الاف السنين، يبقى احنا بنتكلم على ماضي، اكنك كده زي ما تكون بتستخدم اف الحاله ثلاثه. تمام يا شباب؟ تمام. نمبر 12، هنا في فراغ ويقول لي most students could answer the five questions. خلي بالك كل كلمة لها مدلول، بيقول لي five يعني ايه؟ الخمس أسئلة بسهولة. معظم الطلبة قدروا يحلوا الخمس أسئلة بسهولة. تمام، فهل هنستخدم pose؟ هي pose بتيجي مع الاثنين. هل كلا السؤالين كانوا صعبين؟ احنا طبعا معانا بيقول لي خمس أسئلة فما تنفعش pose. طب all the questions were difficult، هي all بتيجي مع الجمع اللي هو اكتر من اتنين، مظبوط، بس المعنى ايه؟ بيقول لي كانوا صعبين، كل الاسئله كانوا صعب، لا ده بيقول لي حلوهم بسهوله. ولا no question was easy، مفيش سؤال كان سهل. ولا none of the questions was difficult، دي مناسبه طبعا لان معناها ايه؟ بيقول لي لا احد من الاسئله كان صعب، يعني ما كانش فيه ولا سؤال صعب. تمام. 13. My mother asked me to grill. Grill يعني يشوي the fish for 5 minutes on site. عايز يقول لي لمدة تشوي السمك السمكة لمدة 5 دقائق على كل جنب. احنا هنا يا جماعة السمكة لها جنب كام جنب؟ يعني شوية ايه؟ على الجنب ده وبعدين الجنب ده، يبقى كام جنب؟ 2. مش كده يا شباب؟ مظبوط. انا دلوقتي محتار اقول ايه؟ على كل جنب 5 دقائق، يبقى هما 2 اهمت، يبقى في الحاله دي هنستخدم each on each side لما تيجي تتلخبط في الحته دي. طب every؟ لا، هي every 2 فما اكثر، يعني ايه؟ لما يكون اكثر من 2، يعني 2 فما اكثر، لكن لما يكون محدد يعني مثلا انسان لو كان ايد 2 ايد، يبقى ايه؟ each hand. مظبوط؟ مظبوط. طب ما في هنا واحد يفكر يقول لي بوز، ما هي بوز بتيجي مع الاثنين، بوز بتيجي مع الاثنين ويجي وراها الاسم جمع، يعني بوز سايدز يعني كلا الجانبين. انما هي ماما قالت لي ان انا اشوي السمكه لمده 5 دقائق اون ايتش سايد، يعني على كل جانب من الاثنين 5 دقائق والجانب الثاني 5 دقائق، يبقى الاجابه عندي ايتش. I like to down next to my little grandchild and play with him. انا بحب ان انا ايه؟ بحب ان انا اكسو او اركع او انزل او انحني جنب طفلي عشان العب معاه. الفعل ده يا جماعه مناسب مع كلمه crouch اللي هو يكسو او يركع او ينزل كده على ايه؟ على ركبته، ينحني عشان يلعب مع طفله، اسمه crouch down. Please raise your voice. ارفع صوتك. I can't hear you are saying. انا مش سامع. فهنا مفيش اسم ايه على اساس ان احنا بقى نستخدم which او that او الكلام ده. يبقى بدل مفيش اسم تشير اليه يبقى نستخدم اللي هو what، ضمير وصل بمعنى ما، يعني I cannot hear what you are saying. ما تقوله. I speak English and German but Arabic is the. أنا بتكلم إنجليزي وألماني لكن اللغة العربية يا جماعة هي اللغة التي يتحدث بها، هي النيتف لانجوج، هي اللغة الأصلية ولغة أصل أهل مصر. يبقى هنا في الحالة دي هنستخدم كلمة dominant اللي هي اللغة المهيمنة اللي هي اللغة الأولى يعني. طبعا دي ماينر يعني أقل أو قليل، سكند اللي هي الثانية، وفورين يعني أجنبي. Have you met Mr. عوني؟ هل قابلت مستر عوني؟ شوف الاختيارات في ضمائر الوصل، عايز تقول لي ايه؟ اللي انا كلمتك عنه. طيب ده ايه يا جماعه؟ مفعول عاقل، يبقى هم I told you about، وما نجيبش بقى سيره هم بقى هنا تاني. اه هم I told you about، هم حلت محل هم. تمام، يبقى الاجابه عندي دي. وهنبص برضو على اختيارات تانيه. هنا بيقول لي I told you about him، هي ممكن ان احنا نحذف هم بس برضه هتبقى I told you about. يعني لما نيجي نستخدم ضمير وصل حتى لو حذفناه في حاله جواز حذفه، يعني ما نستخدمش اللي هو ضمير اللي هو بيعود عليه.
طب that I told you about him هي كانت تنفع، بس برضو كلمة him المفعول. What I told you ما قلت لك عنه، لا طبعا مش نافع هنا. During the royal parade اللي هو العرض أو الاستعراض الملكي، they rode their horses ركبوا الأحصنة بتاعتهم proudly بكل فخر واعتزاز وكده، يبقى أكيد طبعا يا جماعة محتاجين كلمة الفرسان. سيفز طبعا اللصوص عارفينها، يبقى كلمة نايتس. درايفرز عارفينها، سيرفنتس اللي هم العبيد. Change the following sentence into direct speech، حول الجملة ده إلى، هو المفروض تبقى indirect يا جماعة، into indirect. الجملة هو جايب لي كده جملة مباشرة وإحنا هنختار التحويل المناسب إلى غير مباشر، هنا كانت المفروض تبقى indirect. نشوف مع بعض. إيمان سيد تو سمير، عارفين طبعا أنا وأنا بقرأ معاك أو وأنت بتحل في الامتحان بتستحضر المعلومة. سيد تو لو في هنا جملة خبرية تبقى told. I haven't received، طبعا بدل فعل القول في الماضي بقى دي hadn't received an email from you، طبعا المفروض بقى you بنغير الضمائر حسب المعنى تبقى him. For a very long time، أنا استحضرت المعلومة بتاعتي. أجعل الاختيار، الاختيارات قدامكم يا شباب تمام. أنا بديك أنت فرصة بقى، ما أقعدش أرغي أنا كتير معاك أهوت تمام، وبعد كده هقول لك إحنا هنختار مين. وانا الكلام معروض قدامك اهو، تعالى شوف معايا سي اهو، شوف معايا كده هل مظبوطه ولا ايه الحكايه. تعالى نشوف. ايمان told سمير that she hadn't، حولينا اهوت she hadn't received، I بقت she و haven't بقت hadn't received an email from him اللي هي كانت you for a long time. طبعا حذفنا الاقواس، الجمله كده سليمه. Which of the following isn't، وخلوا بالكم بقى يا شباب isn't هو حتى معمل لك عليها اي تحتها خط، اي من دول ليست معمول لها علامات ترقيم صح، اي واحده من دول ما لهاش علامات ترقيم صح. تعال نشوف اول واحده كده مع بعض. بيقول لي I made an you 20 year old friend today، عايز اقول يعني ايه، انا اتصاحبت على صديقي الجديد اللي هو عنده 20 سنه النهارده. اللي الكلام مظبوط، وادي لما يكون فيه اللي هي الصفه المركبه جايب لي بينها اللي هي الشرط اهيت، وادي الفول ستوب، وادي بادئ بكابيتال تمام، يعني دي سليمه. انما هو فوق عايز ايه اللي مش سليمه. تعال شوف بقى اتنين كده. The woman who lives next door to us ايوه is going to travel، لما يكون في relative clause باستخدام هو او which يعني الحاجات ديت، يبقى هنا هو المفروض ان احنا نستخدم يا جماعه بعد to us هنا اهوت المفروض نستخدم كوما، يمكن انا عاملها لك في الجنب اهيت تمام. يبقى المفروض هنا اهوت دي اللي هي ما هياش سليمه، عشان كده لازم نبقى نفتح عينينا قوي. يبقى دي ما هياش سليمه لان بعد us المفروض يبقى فيه كوما زي دي كده اللي هي قبله. يبقى احنا خلاص عرفنا الاجابه اللي هي اللي هو عايزها يعني. شوف بعد كده بيقول لي when you start، خلي بالك when you start، ركز start يعني ابتدي. لما بتبتدي كتابه مقال عن ابتدي، مش اختم بقى ولا مناقشه ولا كده، لا لما بتبتدي. وبيقول لي عن ذا ناشونال ميوزيوم اللي هو المتحف القومي للحضاره المصريه، يو كان يوز، ممكن تستخدم. اما اجي اول واحده مثلا بيقول لي فيرذر مور اللي هي معناها علاوه على ذلك ذا ناشونال، واضح ان المفروض ان في كلام قبلها، فدي ما تعتبرش بقى ان انا ببدا بقى بمقال او كده، لا يبقى دي خلاص سخنا في المناقشه وكده يعني. من غير ما اكمل خلاص عرفت ان دي لا، دي كلمه تو سام اب، دي بتستخدم بمعنى وختاما بنختم بيها الباراجرافات والمقاله. هاويفر معناها ومع ذلك، برضو معنى كده ان في كلام قبلها، يبقى ما تنفعش بدايه. انما لما تشوف حضرتك بقى، شوف الاخرانيه كده without a doubt، بدون شك the national museum of Egyptian civilization is a splendid place، مكان رائع ان احنا نزوره. دي تنفع مثلا مقدمه في مقال، مظبوطه تمام يا شباب.
بعد كده بنخش على اللي هو passage او comprehension اللي هي القطعه، زي ما احنا بنقول دايما يا جماعه نقرا القطعه 3 مرات ونعمل تخميناتنا مظبوط، ونحاول ان احنا المره الاولى سريع عشان نفهم اللي هو المعنى العام، الاثنين نبطأ علشان نفهم اكتر واكتر، وصدقني هتفهم اكتر واكتر. ما تقولش لا انا ما بفهمش القطعه خالص، ما ينفعش. المره الثالثه بتقرا علشان تحل. طيب عشان بس ادخلك في الموضوع ما اقراش معاك زي ما انت خلاص بقى الناس اللي متابعيني بقوا فاهمين النظام في المراجعه يعني. القطعة بتكلمني عن برين ستورمنج اللي هو العصف الذهني اللي هو التفكير فيه يا جماعة علشان نبدع فيه حلول لمشكلة أو حاجة، يبقى بتكلمني عن برين ستورمنج. تمام، بتخش بقى وهيقابلك كلمات، كلمات سهلة على كلمات صعبة على حاجات من دي زي ما أنا معلم لك كده يعني. تمام يا شباب، تمام. ما تجيلكش بقى بانك ورعب بقى لما تلاقي كلمه صعبه وحاجات من ديت، لا ممكن تفهم وتحل القطعه وفي كلمه معينه ما انتش عارفها بس يعني مخمن المعنى بتاعها. تعال نشوف الاجابات بتاعتنا. طبعا بالنسبه لك اقرا كويس الاول. According to the passage، طبقا للقطعه، brainstorming can be a waste of time، ممكن يكون مضيعه للوقت لو، تعالى بقى نشوف كده. أول واحدة معاك أهي بتقرا، لازم تقرا كويس ولازم تحاول وتحاول تفهم وترجع للقطعة وتجيب الجزئية والحاجات دي. If you give it a lot of thought، لو تدي لها كثير من التفكير تبقى مضيعة للوقت. لا طبعا. If you don't like creation، لو ما بتحبش الإبداع. شوف الإجابة ممكن تبقى دي مناسبة قوي يا شباب، بيقول لي If you need the time you spend on brainstorming to do a more important task، يعني المزيد او المزيد من او مهمه اكثر اهميه، يبقى هي الاجابه دي مظبوطه. انا جبتها ازاي؟ جبتها طبعا بعد ما بصيت للقطعه وقريت في اول باراجراف اهوت. If you want the time you spend، تمام. What is the main idea of the passage؟ عايز اكمل حاجه يا جماعه هنا اهوت، او معلش استحملوني شويه. بالنسبه للقطعه، في بعض الطلبه منكم يا جماعه، ودي بشوفها في التعليقات، يعني هو عايزني ان انا افهمه القطعه. لا يا جماعه، دي مش قصه مثلا مكرره علينا عشان نشرحها، ولا هي مثلا درس جرامر عشان نوضحه، ولا فوكابولار عشان نحفظه او كده، لا. ده هي اسمها comprehension اللي هي قطعه فهم، ولازم تبقى انسين يعني مش موجوده خالص. ممكن تتصادف ان هي تكون من حاجه حلتها قبل كده، لكن مش شرط يعني. فعشان كده في القطع يعني كل قطعه لها ظروفها الخاصه بيها. بيقول لي What is the main idea of the passage؟ ايه الفكره الرئيسيه للقطعه؟ الفكره الرئيسيه للقطعه، تعال شوف معايا، بي the value of brainstorming، هي قيمة اللي هو العصف الذهني، and how to benefit، وازاي تستفاد منه. تمام؟ لما تلاقي سؤال متلخبط فيه كده ارجع، واولا ترجم الاختيارات كويس وبارجع للقطعة شوف. According to the passage we can give each person some prompts. Some prompts اللي هي زي ايه؟ زي مثلا يا جماعة اللي هو دعم فوري كده، ندعم اللي هو بيفكر وحاجات من دي. ليه بقى؟ تو ايه؟ قدامك الاختيارات برضو، لو لقيتني بتكلم في حتت باجي اسرع كده لا وقف الفيديو واختار وبعدين راجع معايا مفيش مشكله. شوف الاجابه كده، سي ليه بيدوله بقى اللي هو اللي يدعموه فوري كده على اساس ان هي ايه يكمل يعني. تو هيلب هام طبعا كرييت نيو ايديز، عشان اللي هو يعمل افكار او يبدع في افكار جديده. الاجابه سي. Initially the participants in the brainstorming sessions، المشاركين في البدايه، المشاركين في في اللي هي فترات البرين ستورمنج او حلقات البرين ستورمنج، ايه بقى رايكم التكمله المناسبه ايه؟ برضو وقف الفيديو اختار. تعال شوف بقى معايا بي كده، where storming
or attacking a problem، يعني بيعصفهم او بيهاجموا مشكلة علشان ايه؟ to reach a solution، عشان يوصلوا لحل. At first the rules of brainstorming were that، في البداية كانت القواعد بتاعة brainstorming كانت انك ايه؟ معايا الاولانية didn't give other participants any destructive feedback، يعني انك انت ما تديش، ما كنتش تدي يعني المشاركين اي فيدباك مدمر على افكارهم. بنجيب الكلام منين يا جماعه؟ ما تجيش بقى وتخاف وتقول انا هقول الكلام ده ازاي ولا كده، لا، بتقرا القطعه وتطلع الاجابات بتاعتك. Brainstorming can help us generate innovative ideas، اللي افكار ابداعيه at school. هيسالني بقى على innovative. innovative يعني اللي هو ابداعي، فهو عايز اللي بتساوي ايه في المعنى. اكيد يا شباب انتوا عارفين كلمه creative اللي هي برضو ابداعي. The underlined word this، دايما اقول لكم لما يقول لي كلمه وتحتها خط وكده بطلع واقرا الكلمه في مكانها واشوف بتدل على ايه. هي يا جماعه الاجابه بتاعتها كانت making brainstorming useful، اللي هو ازاي نخلي يعني البرين ستورمنج مفيده فور individuals للافراد. اللي عملناه في القطعه الاولى بنعمله في القطعه الثانيه. القطعه الثانيه بتكلمني عن اللي هو ايه؟ اللي هي التكنولوجيا بقى في المستقبل، التكنولوجيا واثرها على التعليم والعمل والحاجات دي. برضو بتقرا كويس جدا وموضوع شيق وسهل جدا يا شباب. تقراه كويس وعلى مهلك. حتى جايب لي كلمة اسمها ايه؟ this phenomenon اللي هي ظاهرة. تقرا على مهلك خالص، القطعة قدامك اهي، وقف الفيديو واقرا على مهلك. أو الـ 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 الرابط كان تحت اللي أنا حاططه لك يعني في التنويه عن الكلام ده. حمل الملف وحل وبعدين ارجع راجع معايا. هنا بيقول لي students are taking advantage of online courses to learn computer ساينس. الطلبه بياخدوا ميزه اللي هي الكورسات اللي هي اونلاين علشان يتعلموا اللي هو علم الكمبيوتر. وجايب لي هنا عشان تختار حاجه مناسبه. الاجابه ايه يا شباب؟ طبعا هتبقى thanks to technology، بفضل التكنولوجيا. 30 according to the passage، طبقا للقطعه. We have reasons for optimism، للتفاؤل، عندنا أسباب تدعو للتفاؤل. لأن برضو الاختيارات، وترجع للقطعة لما تتلخبط. تمام، شوف بقى عندي بيه كده بيقول لي يا سيدي ليه بقى؟ because of the impacts، بسبب الآثار of technology on education، آثار التكنولوجيا على التعليم and employment والعمل حول العالم أو في كل أنحاء العالم. According to the passage، طبقا للقطعة، creating and selling an app، إن هو يتعمل تطبيق يعني وبيعه بيتطلب إيه يا شباب؟ الاختيارات قدامك. طبعا the integration، الاجابه دي يعني مش مجرد بس يبقى عندك نت او اطلاع على النت وخلاص، لا، ده لازم يكون عندك تكامل في اللي هي انماط مختلفه من التكنولوجيا عشان الواحد ايه يعمل ابلكيشن معين. ابلكيشنات زي مثلا ايه؟ الواتساب والحاجات دي. Young people need to، الشباب محتاجين ان هم ايه؟ to cope with، عشان يواكبوا modern life with هاي تكنولوجي. محتاجين ايه الشباب؟ الاختيارات معانا ايه؟ هل ان هم يشتغلوا يعني بالتواكل او معتمدين على غيرهم؟ لا، بص الاجابه كده بي، اللي هي develop different types of skills، اللي هو طبعا يطوروا مهارات او انماط مختلفه من المهارات. According to the passage، طبقا للقطعة، the markets for online crafts، المهن اللي هي online، سوق المهن اللي هي online، ايه الإجابة المناسبة هنا؟ بتتطلب لا تكنولوجيا، يعني مش محتاجة تكنولوجيا، ولا started to flourish، يعني بدأت إنها تزدهر من 40 سنة، ما حصلش. شوف الإجابة كده دي، أهي، didn't
exist يعني ما كانتش موجودة من 40 سنة. The underlying word phenomenon refers to الظاهرة اللي كنا ترجمناها واحنا ماشيين بتشير إلى إيه؟ برضو بتشوف الاختيار ولو اتلخبطت ترجع للقطعة وتشوف تتأكد يعني. شوف الإجابة دي كده اللي هي the use of technology to have employment or earn money عشان يبقى عندك عمل أو إن أنت تكسب أو تكتسب مال. What is the main idea of the passage؟ الفكرة الرئيسية للقطعة هي إيه يا جماعة؟ برضو الاختيارات قدامك. Demerits يعني إيه؟ عيوب. Online markets ولا importance of technology؟ لا طبعا القطعة كانت الفكرة الأساسية هي أهمية التكنولوجيا على التعليم وسوق العمل والحاجات دي. We see people in these regions في هذه المناطق who may not have had access اللي هم ما كانش ربما ما كانش لهم اللي هم صلاحية الدخول أو التعامل مع traditional forms اللي هي الأشكال التقليدية of face to face اللي هو التعليم وجها لوجه. التعليم اللي هو مش أونلاين يعني وجها لوجه. فهنا هيسألني بقى يقول لي في الجملة دي مكتوب كلمة زيز مش كده؟ دي بتشير إلى إيه؟ بتشير إلى إيه؟ كلمة زيز. طيب هنا اللي هي regions in هل في الشرق الأوسط بس ولا في كل أنحاء العالم ولا أفريقيا؟ لا لو قريت القطعة هتلاقي إن هي في طبعا أفريكا آسيا and the Middle East. يعتقد الكثير من الناس نخلي بالنا بقى يا جماعه الكثير من الناس ان التلفزيون من اهم ماشي من اهم ما قالش اهم. طيب المصادر الثقافيه حيث يمكنه بس افلام وثائقيه عن الدول الاخرى بما في ذلك متضمنه معلومات عن ايه تاريخها خلي بالك وحضارتها والصناعه والانظمه التعليميه وحتى العادات. زي ما انتم ملاحظين ان في الكام فيديو الاخير واحنا بنحل ما بقتش اوديك للاجابه على طول، لا انا مثلا هنا بعرفك يعني حاطط شرط كده او علامات عند الكلمات اللي هي ممكن تكون مش مظبوطه معايا. نشوف كده مع بعض. يعني هنا يا جماعه لو بصينا هنلاقي is the most important. بيقول لي many people think that television is the most important. The most important يعني ايه؟ أهم cultural sources المصادر الثقافية. إنما هو بيقول لي من أهم يعني إيه؟ يعني عايز يقول one of يبقى أنا إيه دي مش هاخدها دلوقتي. طب نشوف التانية كده بيقول لي a lot of people. شوف أنا لامح كلمة إيه ومعلم لكم على كلمة إيه وعايزكم تعملوا كده يعني بتقرا لحد ما تشوف حاجة مش مظبوطة. achievements achievements يعني إنجازات. تعال نشوف هل هي مناسبة. بيقول لي a lot of people think that television is one of the most هنا ظابطها هنا واحدة أو من أهم المصادر الثقافية. it can broadcast documentaries اللي هي أفلام وثائقية يعني about foreign countries including بما في ذلك information about their achievements. هنا بيقول لي history اللي هو التاريخ يبقى achievements مش مظبوطة. تمام. طب اشوف غيرها. هي الاجابه عندنا يا جماعه هتبقى سي، لكن تعالى بس ايه انا بعرفك ايه ليه انا ما خدتش مثلا الثلاثه اللي انا معلم فيهم علامات دول. هنا ايات شوف كلمه about their location. location يعني موقعها، انما احنا عايزين التاريخ. يبقى الاجابه عندي هنقول ان هي سي. ليه بقى؟ A lot of people think that television is one of the most important cultural sources. مظبوط ماشي حسب السياق بتاعها اهوت. حيث يمكنها it can broadcast تبث او يبث documentaries about other countries including information about their history تاريخها تاريخ البلاد ديت يعني civilization حضاره industry educational systems and even customs. طيب خلاص يبقى الإجابة عندنا سي. بيقول لي إن الصحة الجيدة هي في الواقع ثروة ثمينة. خلي بالنا ثروة.
لأنها تتيح للفرد أن يعيش دون أن تعيقه أي مشاكل صحية مثل السكري اللي هو مرض السكر والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة. تعال نشوف، أنا في الأولانية تعال شوف أنا معلم على حاجات زي ما أنت مش ملاحظ كده. بيقول لي good health is actually a precious gift. جفت يعني ايه؟ زي كلمة هدية. هو عايز كلمة ثروة، يبقى دي مش مهم، يبقى دي خلاص مش مهم. لا ده غلط. يبقى هنا good health is actually a precious wealth because ثروة هي تجيبها صح because it allows an individual to live without being hampered دون أن يعاق by any health problems such as diabetes stress and other chronic or serious diseases. chronic يعني مزمن وسيريس طبعا اللي هي الخطيره. الاجابه بي يا جماعه سليمه، يبقى انا خدت الاجابه بي. هنا بقى لو رحت على سي هتلاقي مثلا شوف heart diseases اللي هي امراض القلب مظبوط، انما هو بيقول ايه اللي هي اللي هو السكر، فطبعا مرض السكري يعني، فطبعا الاجابه هنا خاطئه. هنا كان بيقول ايه فانها ايه تتيح اللي هي allows مثلا او let's او كده، هنا عامل chose. طبعا خلاص احنا الاجابه بتاعتنا بي. هنا from English into Arabic you can interact، هنا الجمله بالاختيارات باينه قدامكم كلها يا جماعه اهيت على بال ما ايه ما نشوف. You can interact، interact اللي هو يتفاعل، society at large يعني مع المجتمع ككل، by volunteering بالتطوع، with charities community centers، charities الجمعيات الخيرية، community centers اللي هي المراكز اللي هي المجتمعية، and other non-profit organizations اللي هي المنظمات أو الجمعيات اللي هي الغير هادفة للربح. As a result نتيجة لذلك you can assist others إنك تساعد أو تدعم أو كده الآخرين، هنا الآخرين أهي، while also gaining valuable skills بينما أنت أيضا ممكن تكتسب مهارات قيمة. تعال شوف الأولانية كده، يمكنك التعامل اللي هي ديل، لا هو عايز التفاعل، يبقى دي مش هاخد. تعال نشوف بي، بيقول لي من الممكن التفاعل مع المجتمع المصري، هو ما جابش هنا كلمة سيرة المصر وكان بيتكلم عن المجتمع بصفة عامة. وكمان لاحظت حاجة ان هو بيقول لي هنا يمكنك مساعدة المعاقين، هو كان بيقول الآخرين بس اللي هي هنا اللي هي others دي. طيب تعال نشوف سي، من الممكن التفاعل مع المجتمع ككل من خلال التطوع اللي هي volunteering مع الجمعيات الخيرية والمراكز المجتمعية وغيرها من المنظمات غير الهادفة للربح. برافو. نتيجة لذلك يمكنك مساعدة الآخرين سليم مع اكتساب مهارات قيمة أيضا. هنا في الأخرانية خلاص احنا خدنا الإجابة عندي يا جماعة، الإجابة عندي سي الإجابة السليمة. شوف الأخرانية المح معايا كده، المح بيقول لي إيه وغيرها من المنظمات الهادفة للربح، هي طبعا الغير هادفة، وهنا كمان كاتب كلمة المحتاجين مساعدة المحتاجين، إنما هي مساعدة الآخرين. يبقى الإجابة عندي سي. آخر سؤال عندي النهاردة بيقول لي presidential initiatives اللي هي المبادرات الرئاسية، خلي بالك الرئاسية، such as solidarity and dignity اللي هي تكافل وكرامة، and decent life initiatives اللي هي مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة، are expected to significantly contribute to، تساهم في improving the quality of life of Egyptians everywhere، ان هي طبعا تحسن حياة المصريين في كل مكان، especially in rural اللي هي الريفي areas المناطق الريفية. هنا يا جماعة بالنسبة تعالى نشوف الأولانية كده، من المتوقع تمام أن تساهم
هي من المتوقع اللي هي كلمة are expected جايبها على بعضها هتلاقيها موجودة في تقريبا في كله، هي تبقى صح. من المتوقع أن تساهم المبادرات الرئاسية، تمام، مثل مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة بشكل عظيم أو بشكل كبير حسب ما هو جايب في تحسين نوعية حياة المصريين في كل مكان وخاصة في المناطق الريفية. الإجابة إيه؟ مظبوطة، خلاص احنا استقرينا على الإجابة إيه. شوف التانية يا جماعة غلط ليه؟ هتلاقي مكتوب هنا الوزارية إنما هي الرئاسية. طيب في سي شوف هنا تكافل وكرامة وحياة جديدة هي حياة كريمة. طب شوف هنا في دي بيقول لي وخاصة في المناطق الشعبية هي في المناطق الريفية، يبقى الإجابة سي، الإجابة آسف إيه. في النهاية يا جماعة بقول شكرا على حسن استماعكم، وإن شاء الله كده احنا خلصنا لونج مان لحد كده، واهتموا بيها قوي يا جماعة اللي هي الامتحانات بتاعت لونج مان والأسئلة اللي هي أقصد اللي هي القطع اللي عليها، لأنها طبعا من الحاجات اللي هي مهمة يعني إن شاء الله. يعني أنا مش عايز أقول بتنبأ وحاجات من دي، ربنا يكرمكم بإذن الله، ونركز على حصص منصة امتحانات منصة مصر اللي احنا إن شاء الله هنرجع لها بسرعة بإذن الله، يمكن بكرة أو بعده بالكتير. شكرا على حسن استماعكم وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.